بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي وأبنائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم وسهلا في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية. هندرس مع بعض إن شاء الله الدرس الثاني، الزراعة بين الماضي والحاضر في بلدي. طبعا بتمنى وبرجو عمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة مصر للتعليم الابتدائي مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. نبدأ مع بعض الشرح. طبعا يوم 9 سبتمبر ده يوم عيد الفلاح. عيد مين؟ الفلاح. طبعا بتحتفل مصر حاليا بعيد الفلاح في اليوم 9 سبتمبر من كل عام، تقديرا للجهد الذي يقوم به الفلاح المصري في الزراعة وتوفير الغذاء لكل المواطنين. هندرس مع بعض الزراعة عند المصريين القدماء. طبعا المصريين القدماء دول أول من نظموا مواعيد الزراعة وقسموا السنة الزراعية إلى 3 فصول متساوية بناء على دورة فيضان نهر نهر النيل. أول فصل سموه فصل الفيضان، وده اسمه أخت، ويبدأ من منتصف شهر شهر يونيو حتى منتصف شهر أكتوبر. يعني منتصف يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر ومنتصف أكتوبر، منتصف أكتوبر، وفيه تغمر مياه النيل الأرض زي ما احنا شايفين هنا. دي دي مياه نهر النيل بتغمر الأراضي. ده بالنسبة لفصل الفيضان. طيب فصل البذر ده اسمه اسمه بارت او بدء الزراعة. بدء الزراعة، وده بيبدأ من منتصف شهر اكتوبر، من نص اكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير، ومنتصف ومنتصف شهر شهر فبراير. زي ما احنا قلنا بيبدأ من منتصف شهر اكتوبر حتى منتصف شهر فبراير. وفيه يبذر الفلاحون الارض، يعني ابتدي يرموا يرموا البذور فين؟ في الارض زي ما احنا شايفين هذا الفلاح. فصل الحصاد، فصل الحصاد ده بيبدأ من منتصف شهر فبراير، يعني هنا فبراير مارس ابريل مايو حتى شهر حتى منتصف شهر يونيو. يبقى اذا يبدأ من منتصف فبراير حتى شهر يونيو، ده اسمه فصل الحصاد واسمه شمو، وبيتم فيه حصاد حصاد المحصول. يبقى اذا قسم المصريون الزراعة الى ثلاثة ثلاثة فصول، فصل الفيضان وفصل البذر وفصل وفصل الحصاد. نفهم الحاجة دي يا حبايبي. طبعا هنا دي مشروعات الري قديما وحديثا زي ما احنا شايفين. عندنا هنا دي قناطر، ودي ترع رئيسية، وسدود سدود قديمة. هندرس حبايبي بعض مشروعات الري في مصر قديما وحديثا. ندرس قديما الاول. اولا نجح المصريون القدماء في ضبط مياه النيل والاستفادة منها في الزراعة. عملوا اول حاجة ري الحياض. ري الحياض؟ قام المصريون القدماء بحفر احواض كانت تمتلئ بالمياه وقت الفيضان، وبعد انحصار الفيضان، يعني بعد ما الفيضان يخلص، يبتدي يستخدموا تلك الاحواض في في الزراعة، لان الاحواض دي كانت مليانة مليانة بالمية، وكانت الارض تزرع مرة واحدة في السنة. يبقى ده ري الحياض. ده المصريين قاموا بحفر احواض زي ما احنا شايفين تمتلئ تمتلئ بالمياه وقت الفيضان، وبعد يعني بيحفروا احواض، نظام احواض زي كده ماشي، وتمتلئ بالمياه، تمتلئ بالمياه. وعند وكانت تستخدم هذه الاحواض فين؟ في الزراعه بعد انحصار الفيضان، وطبعا كانت الارض تزرع مره واحده في السنه. طب نرجع بقى لإقامة السدود. طب ليه أقام المصريون القدماء السدود؟ أو ليه إحنا بنقيم السدود؟ أولًا إقامة السدود لتخزين مياه الفيضان، لتخزين مياه الفيضان واستخدامها وقت الجفاف. يبقى السد فايدته إن إحنا بنخزن مياه الفيضان واستخدامها وقت الجفاف. زي أيام المصريون القدماء؟ زي سد اللاهون اللي تم تشييده بالقرب من الفيوم في عهد الملك أمن محات الثالث. طيب ثلاثة شق الطرق. شق الطرق، الحاجات دي قديما ري الحياض،
إقامة السدود، شق إيه؟ الترع. شق الترع لتوصيل مياه المياه للمناطق البعيدة عن نهر إيه؟ عن نهر النيل، زي ترعة بحر يوسف التي أوصلت مياه النيل إلى منخفض الفيوم بالصحراء الغربية. يبقى إحنا كده تاني بعض مشروعات الري قديما. ري الحياض، اتنين إقامة السدود، تلاتة شق إيه؟ شق الترع. ندرس مشروعات الري حديثا. طبعا توسع المصريون في إقامة مشروعات الري لتنظيم مياه النيل وزيادة مساحة إيه؟ المساحة الأراضي المزروعة واستصلاح الأراضي الصحراوية. عملوا إيه؟ أول حاجة، في حاجة اسمها الري الدائم. يعني إيه الري الدائم؟ تحول نظام الري من ري الحياض اللي هو لمدة سنة واحدة إلى الري الدائم لزراعة الأرض أكتر من مرة في السنة. يعني إحنا زمان أيام الفراعنة كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيعملوا حاجة اسمها ري الحياض، وده كانت الـ الأرض بتتزرع مرة واحدة. الري الدائم بيجعل الأرض تزرع أكثر من مرة فين؟ في السنة، واستخدم أنظمة حديثة للري. يبقى أنا عندي كمان أنظمة حديثة للري، زي الري بالرش، دي رقم واحد. طب رقم اتنين، الري بالتنقيط، دي رقم ايه؟ اتنين، بهدف ترشيد استهلاك المياه. يبقى الري دي أنظمة الري الحديثة نوعين، عندي الري بالرش والري بايه؟ بالتنقيط. طب ايه فايدتهم؟ دول بيعملوا ترشيد استهلاك المياه. تاني حاجة، بناء القناطر. ايه هو القناطر؟ القناطر ده حاجز مائي لرفع ايه؟ لرفع المياه للأرض الزراعية. يبقى القناطر ده حاجز مائي لرفع المياه للأرض ايه؟ للأرض الزراعية، زي قناطر إسنا وقناطر أسيوط على مجرى النيل، والقناطر الخيرية عند رأس ايه؟ الدلتا. يعني الدلتا كده، اهو الدلتا بالشكل دوت، هين كده في المنطقة دي كده، دي قناطر ايه؟ القناطر الخيرية في المنطقة دي، القناطر الخيرية عند رأس الدلتا، وقناطر زفتة على فرع ايه؟ على فرع دمياط، وقناطر ادفينة على فرع رشيد. دي بالنسبة لإيه؟ للري حديثا، مشروعات الري حديثا، الري الدائم، الري ايه؟ الدائم، بناء القناطر. آخر حاجة اللي هي ايه؟ إقامة السدود. طبعا بناء خزان أسوان سنة 1902 تم، ثم بعد ذلك السد ايه؟ العالي. وإيه هو السد؟ السد العالي ده عبارة عن بناء هندسي، نفهم ديت، لتخزين المياه وحماية مصر منين؟ من الفيضان. تاني، إيه هو السد العالي او اي سد؟ اقول له ايه؟ بناء هندسي لتخزين المياه. طيب بالنسبه لمصر السد العالي، اقول له ايه؟ بناء هندسي لتخزين المياه وحمايه مصر من الفيضان. طبعا تم البدء في بنائه سنه 1960 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتم افتتاحه سنه 1971. يعني عقبال لما بنوا السد قعده حوالي 11 سنة، من 1960 حتى 1971. أدوات الري، استخدم المصريون القدماء أدوات في الري، زي إيه؟ زي الشادوف والطنبور. الشادوف وإيه؟ والطنبور. طبعا ده الشادوف كان المصر القديم بيربط أهو بيربط الدلو في إيه؟ في حبل، ماشي، وكان بيساعده طبعا فين؟ في الري. بالنسبه للشادوف والطنبور طبعا لرفع المياه الاراضي الزراعيه المرتفعه عند النهر. طبعا اتنين انشاوا المقاييس على ايه؟ على النيل. طبعا ليه انشا المصريين القدماء المقاييس على النيل؟ لتحديد منسوب مياه النيل وتحديد قيمه الضرائب اللي هي ايه؟ هتتاخد من المصريين، على اساس ان لما يكون منسوب مياه نهر النيل المياه عاليه بيزودوا ايه؟ ضرائب، لما يكون المياه منخفضه بيقللوا ايه؟ الضرائب. يبقى دي الادوات ايه؟ ادوات الري. يبقى احنا قلنا كده ادوات الري، الشادوف والطنبور، وكمان مقياس ايه؟ مقياس النيل. ادوات الزراعه قديما، نشوف الادوات اللي كان بيستخدمها المصريين في الزراعه. استخدم المصريون القدماء العديد من الادوات في الزراعه، زي ايه؟ زي الفأس. طب ليه الفأس؟ ايه فايدة الفأس؟ اقول له الفأس لتقليب التربة. طيب المحراس، لتفتيت التربة وتخطيطها. يعني ده كده، ده المحراس ده، ده ايه ده؟ المحراس. عندنا كمان المنجل لحصاد الايه؟ المحصول، اللي هو شكله بيبقى كده اهو،
ده بيبقى شكل المنجل كده بالظبط كده، وده كده مشرشر كده عشان يحصدوا به المحصول. عندي كمان المزراه، المزراه دي اللي فصل الحبوب عن القش، بيبقى شكلها كده اهو، دي المزراه بتبقى بهذا الشكل عشان يفصل الحبوب عن عن القش. دي الادوات التي استخدمها المصريون القدماء. يبقى الفأس لتقليب التربه، المحراس اللي هو ده، المنجل اللي انا وريته لكم شويه، المزراه لفصل الحبوب عن عن القش. طب حديثا لا تزال بعض هذه الادوات تستخدم حتى الان. ده المحراس دوت، ده ايه دوت المحراس، بقرتين ماشي والفلاح وراهم اهو، رغم تطور شكلها زي المحراس اهو، ده المحراس زي ما قلت لكم، بالاضافه لاستخدام الات اخرى متطوره وايه وحديثه. المحاصيل الزراعيه قديما وحديثا. قديما زي ما احنا شايفين في الصوره هنا، هو ده نقش على جدران المعابد، زراعه القمح عند المصريين القدماء. زرع المصريون القدماء عديدا وكثيرا من المحاصيل، زي ايه؟ زي القمح والشعير والعدس والفول والبصل والثوم، البلح، العنب والتين والكتان، ولا تزال هذه المحاصيل تزرع حتى الان. يبقى المصريين القدماء كانوا بيزرعوا كل المحاصيل دي، كل المحاصيل ايه دي، وما زال الى الان بنزرع هذه المحاصيل، القمح والشعير والعدس والفول والبصل والثوم والبلح والعنب والتين والكتان الى اخره. طيب حديثا، طبعا تتنوع المحاصيل الزراعيه في مصر، ومن اهمها اول حاجه ده حديثا يا حبايبي القمح. طبعا موسم زراعه القمح طبعا ده محصول شتوي. يعني ايه شتوي؟ يعني يزرع في فصل الشتاء، يزرع في فصل ايه؟ الشتاء. طيب شروط زراعته، عايز حراره معتدله، يعني مش عايز حراره منخفضه او حراره ايه مرتفعه، عايز حراره معتدله. اتنين، محتاج تربة خصبة، عشان كده يزرع في كل أراضي مصر تقريبا. ليه؟ لأن جو مصر معتدل، وتربة مصر إيه؟ تربة نهر النيل تربة خصبة، عشان كده بيزرع في كل الأراضي المصرية. أكبر المحافظات إنتاجا للقمح البحيرة والشرقية وأسيوط والمنيا، ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للقمح. طيب ندرس القطن. القطن موسم زراعته محصول صيفي. إحنا هنا بناخد نوعين من المحاصيل، محصول شتوي ومحصول ايه صيفي. طيب شروط زراعته، لازم يكون بالنسبه للقطن لازم تكون هناك مياه وفيره. طيب رقم اتنين، لازم تكون في تربه طينيه خصبه. رقم تلاته، حراره مرتفعه، وعشان كده بيزرع في فصل الصيف. اربعه، شمس ساطعه طول موسم ايه؟ موسم النمو. يعد القطن المصري من اجود انواع القطن فين؟ في العالم. طب اكبر المحافظات انتاجا للقطن المصري ايه هي؟ مين؟ طبعا بيزرع في معظم محافظات مصر، لكن اهم المحافظات كفر الشيخ، الدقهليه، البحيره، الشرقيه، المنيا، سوهاج. دي المحافظات اللي هي ايه؟ بيزرعوا القطن. يبقى احنا خدنا كده اهو القمح ده محصول ايه؟ محصول شتوي، اما القطن محصول صيفي. الأرز. الأرز ده موسم زراعته صيفي، محصول صيفي. طب شروط الزراعة بتاعته، لازم يكون فيه تربة طينية خصبة ثقيلة. ليه؟ تحتفظ بمياه الري، لأن الأرز محتاج كمية مية كبيرة جدا. طيب درجة حرارة مرتفعة، يبقى إذا ده بيزرع فين؟ زي ما احنا قلنا بيزرع في الصيف، لذلك تتركز زراعته في شمال الدلتا. أكبر المحافظات إنتاجا للأرز الدقهلية والشرقية وكفر الشيخ. طيب بالنسبة لقصب السكر، موسم زراعته بيتزرع في فصل الصيف. طيب الشروط، شروط الزراعة بتاعته، لازم تكون هناك درجة حرارة مرتفعة وتربة خصبة ومياه وفيرة وشمس ساطعة زي القطن بالظبط. طب عشان كده تتركز زراعته في محافظات الوجه الإبلي، وخاصة أكبر المحافظات إنتاجا قنا، أسوان، والأقصر، والمنيا. رابعا المشروعات الزراعية الجديدة. طبعا احنا ما زلنا بندرس الوحدة الثالثة الأنشطة الاقتصادية في بلدي بين الماضي وايه والحاضر، المحور الثاني. تقوم الدولة بعديد من المشروعات الجديدة في مجال استصلاح الأراضي. طب ليه؟ ايه الهدف من استصلاح الأراضي؟ المشروعات اللي بتعملها الدولة عشان تستصلح الأراضي، أول حاجة زيادة المساحة المزروعة.
طبعا ده كل دي اراضي مستصلحه، عشان كده بص ملاحظ هنا، دي هنا دي رمال، دي ديت رمال، عشان كده دي مش ارض طينيه مش ارض طينيه تمام، لا دي ارض رمليه، عشان كده احنا دي ارض مستصلحه، شايفين الجمال وشايفين الروعه. طيب اتنين، تحقيق الامن الغذائي للمواطنين، وهو ايه؟ ضروره توفير ما يحتاجه الافراد من المواد الغذائيه، يعني ده امن غذائي، امن ايه؟ غذائي. مشروعات الدلتا الجديده في الساحل الشمالي الغربي لمصر. عندنا كمان مشروع شرق العوينات، ده جنوب الصحراء الغربيه، ده المشروعات اللي هي ايه؟ الاراضي المستصلحه. عندنا مشروع الايه؟ الفرافره، دي في واحه الفرافره في الصحراء الغربيه. هندرس مع بعض اهميه الزراعه. اهميه ايه؟ الزراعه. الزراعه طبعا مهمه جدا، اولا نمو الاقتصاد المصري من خلال الزراعه، اتنين توفير فرص عمل للمواطنين، طبعا الزراعه بتعمل على توفير فرص العمل للمواطنين، توفير غذاء للانسان والحيوان، لان بص كل حاجه بناكلها تعتبر من الاصل زراعه، زي ايه مثلا؟ الارز ده نبات بيتزرع، المكرونه اصلا دقيق قمح والقمح بيتزرع، طيب مثلا القلقاس، البطاطس، الفاصوليا، الجزر، كل دوت حاجات ايه؟ تابعة للزراعة، بتوفر لنا الغذاء لمين؟ للإنسان والحيوان. تصدير الفائض للخارج، توفير تصدير الفائض ليه؟ للخارج، لما يكون احنا عندنا مثلا احنا بنصدر كمية بطاطس كبيرة، تمام؟ طيب كمية البطاطس ديت لما يكون عندي أنا فائض بنعمل إيه؟ بنصدرها ليه؟ للخارج. دي من ضمن أهمية الزراعة. توفير العديد من الصناعات على المواد الخام، زي مثلا إيه؟ قصب السكر، ده إحنا بنوفره للمصانع لإنتاج إيه؟ لإنتاج السكر، زي القطن، إحنا برضو بنوفره، الحكومة بتوفره للمصانع ليه؟ لإنتاج الملابس. كصناعة الأغذية إيه؟ المحفوظة برضو. هندرس مع بعض ملخص الدرس، الزراعة بين الماضي والحاضر في بلدي. أولا مواسم الزراعة، قسم المصري القديم السنة الزراعية لثلاثة فصول متساوية بناء على دورة فيضان نهر النيل. أول حاجة فصل الفيضان، اتنين فصل البذر، تلاتة فصل الحصاد. مشروعات الري، عندنا مشروعات الري قديما وإيه؟ وحديثا. قديما استخدموا ري الحياض وأقاموا السدود لتخزين مياه الفيضان زي ايه؟ زي سد اللاهون، وحفروا ترعة بحر ايه؟ بحر يوسف. حديثا استخدموا الري الدائم وبناء عديد من القناطر زي قناطر اسنا، وقاموا بناء خزان اسوان والسد ايه؟ والسد العالي، واستخدموا الري بالرش والري بالتنقيط بدلا من الري بالغمر. طبعا بدعوكم للاشتراك في قناتكم قناة مصر للتعليم الابتدائي مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد، ولو الفيديو عجبكم ممكن تضغطوا على زر اعجاب، وكمان تعملوا مشاركة للفيديو لاصحابكم وحبايبكم عشان الجميع يستفيد. ثلاثة ادوات الري، استخدم المصريون القدماء الشادوف والطنبور. ده الشادوف ده حبايبي ليه؟ لرفع المياه وري ايه؟ وري الاراضي الزراعية، وانشأوا المقاييس لتحديد ارتفاع مياه النيل والضرائب. ادوات الزراعة، استخدم المصريون القدماء الفأس والمحراس والمانجل والمزراة، ولا تزال تستخدم حتى الآن بالإضافة لاستخدام الآلات الحديثة الأخرى المتطورة. المحاصيل الزراعية، موسم زراعة الجمح طبعا شتوي، طيب شروط زراعته لازم يكون هناك حرارة معتدلة وتربة خصبة. أمثلة للمحافظات المنتجة له زي محافظة الشرقية بتنتج القمح والمنيا. اتنين القطن، ده محصول صيفي، طب شروط الزراعة مياه وفيرة وتربة طينية خصبة وحرارة مرتفعة. طب المحافظات المنتجة ليه؟ محافظة كفر الشيخ. تالت محصول الأرز، محصول صيفي، شروط زراعته تربة طينية خصبة تحتفظ بمياه الري ودرجة حرارة مرتفعة. طيب المحافظات الدقهلية. آخر حاجة قصب السكر، وده محصول إيه؟ محصول صيفي، محتاج ايه؟ محتاج درجة حرارة مرتفعة وتربة خصبة ومياه وفيرة. أكبر المحافظات إنتاجا لقصب السكر محافظة مين؟ قنا. المشروعات الزراعية الجديدة، زي عندنا مشروع الدلتا الجديدة، مشروع شرق العوينات، مشروع الفرافرة.
اهميه الزراعه. الزراعه مهمه؟ اه طبعا. اول حاجه نمو الاقتصاد ايه القومي، توفير فرص عمل لكثير من الشباب، توفير الغذاء، تصدير الفائض، توفير الماده الخام اللازمه للصناعه. طبعا بكده يا حبايبي ننتهي من هذا الدرس، الزراعه بين الماضي والحاضر في بلدي. بدعوكم لعمل سبسكرايب او اشتراك على قناتكم، قناة مصر للتعليم الابتدائي، مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.